في كأس العالم إسبانيا عام 1982 فجرت الجزائر مفاجأة تاريخية بفوزها على ألمانيا الغربية لتصبح أول منتخب إفريقي يفوز على منتخب أوروبي، ثم حققت فوزاً ساحقاً على تشيلي لتصبح أول دولة إفريقية تفوز في مباراتين وكانت في طريقها للتأهل، إلا أن مؤامرة كانت تحاك في الخفاء لحرمانها من التأهل لصالح ألمانيا الغربية. ففي الجولة الأولى من دور المجموعات فازت النمسا على تشيلي والجزائر على ألمانيا، وفي الجولة الثانية فازت النمسا على الجزائر وألمانيا على تشيلي، وفي الجولة الثالثة لعبت الجزائر ضد تشيلي وفازت عليها، وبقي على النمسا وألمانيا التنافس في مباراة واحدة لتحديد الفريق المتأهل من بينهما. لكن ما حصل كان مختلفاً، فهم الفريقان النمساوي والألماني أنه يجب عليهما الحفاظ على النتيجة مع هدف واحد إضافي تسجله ألمانيا، فاتفقا على لعب المباراة بينما يتيح لكلا المنتخبين التأهل على حساب الجزائر. وبالفعل بدأت المباراة في استاد المولينيون في مدينة خيخون الإسبانية، وشن الفريق الألماني في الدقائق العشر الأولى هجوماً ساحقاً تجاه النمسا وقاموا بإحراز هدف، لكن وبعد هذا الهدف انقلبت المباراة رأساً على عقب من الحماس إلى الفتور، وأصبح الفريقان يلعبان لتمرير الكرة فقط، وذلك لتمرير الوقت حتى انتهاء المباراة ليستطيع كلا الفريقين التأهل. كانت صدمة حتى للنمساويين والألمان أنفسهم، حتى أن معلق المباراة النمساوي بدأ بالصراخ وقال: هذه فضيحة كروية وعار على دولتنا بأكملها، قولوا عني ما شئتم لكنني أرفض الموافقة على هذا العار، أنا أشعر بالخجل من منتخب بلادي وعليكم أن تشعروا بالمثل. وتوالت الإدانات من الإعلام الألماني الذي طلب من المشاهدين إغلاق التلفاز وعدم تشجيع منتخب بلادهم، ووصفوا فعلة المنتخبين بأنها من أعمال المافيا والعصابات الإجرامية، وشبهت الصحف النمساوية المباراة بمعركة أنشيلوس، وهي المعركة التي قامت فيها ألمانيا النازية بضم النمسا. في المدرجات لم يكن الوضع أفضل حالاً، كان الجمهور في حالة ذهول شديد وبدأوا بالتصفير والتلويح بالنقود ورميها على اللاعبين بإشارة إلى أنهم يباعون ويشترون بالمال، وكانت خيبة أمل وردة فعل لم يتوقعها كلا المنتخبين النمساوي والألماني اللذين أنكرا أي تواطؤ فيما بينهما قبل المباراة، بيد أن الصفعة الأكبر كانت من نصيب الفيفا، إذ تسببت هذه المباراة اللا أخلاقية باتهام خطة مباريات الفيفا بالفشل والقصور، وأن هناك ثغرات غير عادلة في النظام القائم. وقدم المسؤولون الجزائريون احتجاجات رسمية للفيفا وسط حالة من الغضب في أوساط المنتخب والجمهور الجزائري، فتحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفور وعدل خطط المباريات بأكملها، وأصبحت مباريات الجولة الثالثة تلعب في نفس الوقت منعا للتآمر والتواطؤ بين المنتخبات. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر اعتماد النتيجة بسبب عدم وجود أدلة حتمية على تواطؤ اللاعبين، وكذلك بسبب إنكار المنتخبين أي اتفاق مسبق بينهما، الأمر الذي تغير بعد مرور أكثر من 30 عاما، إذ كشف أحد لاعبي المنتخب الألماني أنهم تورطوا مع المنتخب النمساوي في مؤامرة معيبة أدت لحرمان الجزائر من أفضل فرصة للتأهل من أجل الفوز بكأس العالم.